عبد الله، ما الذي نعم. تقوم به نعم. وأنت تتابع يعني عملك؟ وضعنا في صورة هذه الخارطة إنجاز التعبير التي تقوم برسمها، ولماذا؟ نعم رامي، الآن تجري الطائرات العراقية معالجات، وبالعودة لسؤالك نحن نرصد هذه يعني عبر الخريطة بشكل توضيحي لما تعيشه منطقة الموصل القديمة. رامي، هذا هو الساحل الأيمن لمدينة الموصل بالتحديد، وهذه هي المنطقة الشمالية. إن كانت الصورة واضحة، إن كان التعليم واضحا واضحا جدا. طيران الجيش ينفذ رامية في هذه الأثناء ضربات جوية ومعالجات برشاشه. هذا هو الساحل الأيمن رامية، الجزء الذي تحرر حتى هذه اللحظة يمكن أن يكون النصف الجنوبي من الساحل الأيمن لمدينة الموصل. نعم. والمربع الذي ثبتته الميادين هو الموصل القديمة. كانت خطة القوات العراقية هو أن تتحرك القوات بشكل أفقي، أي أن القوات العراقية يمكن أن تتحرك من معسكر الغزلاني، من معسكر الغزلاني وهو خارج حدود الموصل ومطار الموصل جنوبا، وتبقى فرقة الرد السريع والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب يتحركون بخط عسكري ماسح بالاتجاه شمالا بهذا الشكل. نجحت الخطة بهذا الشكل، هذا الصعود الأفقي، نجحت القوات في استعادة الدندان والجوسق وحي الطيران وحي الغزلاني وتل الرمان. عندما وصلت القوات إلى الموصل القديمة بثلاثة أرتال، هي فرقة الرد السريع والشرطة الاتحادية ومغاوير النخبة، اضطرتها الخطة لأن تنفذ عملية التفاف غرب الموصل القديمة بهذا الشكل. هذا المربع هو الموصل القديمة، وعملية الالتفاف التي نرصدها الآن على الهواء مباشرة هي عملية التفاف غرب الموصل القديمة ما بعد جامع النوري. تحاول القوات العراقية استعادة أو الضغط على داعش من نهر دجلة كعائق طبيعي، ووجود عسكري جنوبي ووجود عسكري غربي، علما أن هناك وجود لجهاز مكافحة الإرهاب في حي حطين وحي اليرموك الثانية في غرب مدينة الموصل. عملية الالتفاف هي لتشكيل ثلاث جبهات سألت عنها. صحيح. هي جبهة للرد السريع، وجبهة لشرطة الاتحادية جنوبا، وجبهة لمغاور النخبة والرد السريع غربا، من أجل أن يكون هناك مربع ناقص ضلع. هذا المربع هو عبارة عن ثلاثة خطوط عسكرية وثلاث جبهات ضاغطة على داعش تجبره أن ينسحب إلى الشفاء والزنجيلي لإخراجه من الموصل القديمة. عبد الله، يعني ونحن نستمع لأصوات الطيران، وأشكرك حقيقة لهذه الخارطة المبسطة التي أيضا تساعد المشاهد في فهم كيف تتم آليات العمل العسكرية على الأرض. لكن ولسأعود إلى هذه الخارطة، وكأنه في ميدانية الميادين معك عبد الله، لماذا لا يكون العمل مرادفا من المحور الشمالي؟ لماذا جنوبا تصاعديا ولا يكون هناك مساعدة بالالتفاف طالما ضفاف النهر يعني يمكن الوصول إليها من الشمال باتجاه الجنوب أيضا؟ نعم رامية، بالنسبة للمحور الذي تتحدثين عنه وهو محور بادوش، والذي يقع في الجزء الشمالي تقريبا خارج الحدود الإدارية للساحل الأيمن لمدينة الموصل بادوش، هنا الجيش العراقي والحشد الشعبي انطلقا في عملية وسهم عسكري شكلا قطعا لداعش، ما مكن القوات العراقية التي تقاتل الآن داخل الحدود الإدارية للموصل من أن تقاتل بأريحية ميدانية داخل الموصل، على اعتبار أن هناك جبهة عزل لا يمكن لداعش أن يخرج من الموصل ولا يمكن له أن يستخدم تعزيزات إلى داخلها. وصلت القوات العراقية حتى ضفاف نهر دجلة. صحيح. يمكن للخطة أن استمر هذا الضغط العسكري أن يدخل الجيش العراقي المدعوم من الحشد الشعبي من شمال مدينة الموصل، تحديدا عند منطقة حاول كنيسة التي هي شبه يعني منطقة ريفية أقرب لأن تكون يعني أبعد من أن تكون مدينة، أو أن تبقي ضغطها على داعش من أجل أن يبقى مسلحو التنظيم محاصرون في النصف الشمالي للساحل الأيمن لمدينة الموصل. مع التأكيد أن مدفعية الجيش العراقي وكتائب دبابات الإبرامز هي ما ينفذ إسنادا للقوات العراقية داخل الحدود الإدارية أن توجب تنفيذ هذه الضربات.